هاني مهنا، هل الإبداع لديه سن معين بيوصل في مرحلة معينة إلى الجمود، ببطل في حاجة بتتحرك؟ لو لا، الإبداع ده يمشي مع القلب. عملت دراسة من فترة بتقول إنه في سن معين للموسيقي تحديداً ما بعود يقدر يخلق أنواع وأنماط موسيقية جديدة. مش مصدر. بالعكس، لأنه هو عايش في 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 أجواء موسيقية، بيسمع طول ما عايش بيسمع. التجارب الصعبة بحياتك كانت كتيرة يعني، على قدر ما كان في نجاحات وسفر ونجوم وفنانين، برضو واحد بيكون بسابع سما فجأة بنلاقي نفسه المسؤولية نازل لسابع أرض. العقبات يعني دايما ما فيش حلوة من غير نار، ولا يمكن تشعري بالعسل إلا لما تدوقي المر عشان تعرفي ده عسل. ممكن تكون سوء اختيار برضو، لا مش اختيار او مش عاملين حسابات، الظروف بتحتم عليك. طيب الظروف، الفترة اللي تسجنت فيها هاني، الفترة دي كانت من اختيارك، خيارك انت؟ للأسف. يعني غلطة منك وحصلت؟ ولا غلطة مني خالص، يعني انا ظلمت من هذا، لان انا لا خدت قرض من البنك ولا حاجة خالص. انا عمري في حياتي لا احب اتعامل مع البنوك القروض اطلاقا، انا مأجر له مكان. يعني عندي 2 استوديو، فخدت الاستوديو لما وقف الشغل في الاستوديوهات، وكل موسيقي جاب في بيته عمل استوديو بلوتوث وكنت بشتغل، فبدات الانكم بتاعه، وانا عندي 3 مهندسين وبتاع مصاريف كتير، فقلت خلاص اجر الجزء اللي قدام ده. اجرته وبتاع، واجرته بسعر اقل من ناس تانية يدفعوا لي اكتر، يعني بنوك تانية كانت تدفع اكتر. انما البنك ده الميزه الوحيده ايه؟ بيديكي 9 سنين ان ادفانس، تخفيض مريح، بس بيخصم الفوائد ويديك الفلوس كلها. البنك بعد ما عملنا عقدين 3 وصلحوا وكسروا حيطان ومش عارف ايه بتاع، طلع فاروق العوده رئيس البنك المركزي قال لا، لازم كل بنك خاص يدفع 20 مليون ضمان لمودعي الحسابات ضمان. وبعدين البنك اتباع لسان باولو الايطالي. المهم طبعا ليه حظي، بعد 6 سنين ونص جايين يقولوا لي احنا عايزين فلوسنا وخد المكان. قلت له ازاي؟ قلت له انت لو اجرت عربيه من واحد وحطيتها تحت البيت عندك هتخسر شهرين فيها. هتخسر فيها، هتقول له خد بقى، انا ما ركبتهاش، خدها وهات الفلوس. قال لي لا، قال لي بس احنا دلوقتي عندنا الجهاز المركزي والقابه الاداريه هيقولوا لنا انت دفعت الفلوس لهاني مهنا دي استفدتوا بيها ايه؟ قلت له مش ذنبي، انتوا ما فتحتوش فرع مش ذنبي. حصل خلاف علاقه ايجاريه، رفع قضيه من اول جلسه، فريق دي براح الجلسه اترفضت، هم الرافعين اترفضت. بعد كده لفوا بقى، عملوا حركه للاسف حاجات المصريين اليوم 15% بس، والطلاينا 85%. ال 15% دي مخوفونهم، ان انتوا دفعتوا الفلوس دي ايه اللي استفدتوا؟ فعملوا القصه دي ورفعوا قضيه وجابوا شهود، مع ان الشهود فيهم ناس كانوا صح، يعني يقول لك انا ماجر ب 32,000 في الشهر، قدام مني في نفس الشارع ناس ماجره ب 60 المتر. دخلنا في القصه دي، فالقاضي الله يمسيه بالخير ما هو قدام الورق بقى، راح حاكم بالورق 5 سنين، حكم 5 سنين وادفع الفلوس كمان وقدهم غرامه، يعني 3 مليون و 3 مليون 6 يعني وخمس سنين حبس. بس قعدت 6 أشهر في الحبس. كيف تلقيت الخبر؟ أول ما صدقت بينك وبين نفسك صدقت؟ ما صدقتش، لأنه أنا واقف، حتى كان الله يمسيه بالخير وديه الصحة فريد ديب قاعد جنبي، والمداولة في أوضة تانية مش في المنصة، فقعد قال لي يا لا جزيك صحيتني 6 الصبح، إيه القرف بتاعك ده ومش عارف إيه بتاعك؟ وهو رايح بنهزر يعني هنقعد شويه، وزي ما اترفضت محكمه تانيه اترفض وخلاص نمشي. فجه الظابط واتنين عساكر، معلش استاذ تخش القفص عشان مش هيعلن الحكم الا لما كل الناس تخش القفص. دخلت القفص، فلان الفلاني مش عارف 20 سنه مش عارف مع الشغل، فلان الفلاني 25 سنه مهجنات، فلان الفلاني اللي معايا بقى الموظف بتاع البنك 10 سنين مع سجن مشدد مع الشغل، هاني احمد محمد انا 5 سنين مع الشغل.
اليسون. اول ليله بالسجن تفتكرها؟ انا رايح بالبدله بقى، بدله عشان هرجع اسكندريه تاني. قلعت البدله، جابوا لي بتاعت الاوفرول بتاع السجن ده مكتوب على نزيل من ورا، دخلني بقى السنزانه دي ما نمشي لحد صبح خالص. انا مش مصدق يعني، كل موضوع بقرا في قران ودموع ومش مصدق انا فين، انا بحلم. طب اصحى من الحلم ده امتى؟ اقسم بالله كنت فاهم ان انا بحلم. صحيت الصبح طالع من الزنزانه بقى الساعه 7 الصبح، بيفتح الباب رايح المكان اللي بنقعد فيه كده. فوجئت بقى لقيت واحد صاحبي، او مش صاحبي هو مربوش، قال لي انا حسن كذا 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 ابن اللي هو في كذا كذا. يا خرابي، الله يرحمه والدك كان صاحبي جدا، اتابي يا حرام جوز اخته بتخانق معاه فضربوا البنيه عمل دعاه، خد 3 سنين. فقال لي كذا كذا كذا، وقعدنا شويه وجمال وعلاء بهين شويه وحبيب بالعدل جاي. وقعدنا في ساعتها كان فريد دي بعت لي بقى الشنطه عشان اغير هدومي، حاجات زرقاء كده. قعدت قد ايه الفتره؟ 6 شهور. 6 شهور. ودفعت 3,200,000 ودفعت جزء من الغرامه بس ترددته تاني. اللي هو 354,000 اللي خدتهم تاني. المده دي زي ما تقولي برضو وهم، وفي نفس الوقت ربنا بيلطف من قضائه ساعات يعني، بيخفف عليكي. استفدت من ده ان انا كل يوم بقرا القران، كنت بصلي. قعدت حساباتك وتفكر. طبعا بصلي الفرض بفرضه واقرا قران والعب رياضه. يعني بصراحه حسيت ناس من بعد الازمه دي اتغيرت معاك؟ مفيش. اللي قالها لي اللي هو حبيب العدل، قال لي بص التجربه دي هتفيدك بحاجه. قلت له ايه؟ قال لي هيبقى في فرز عندك. مين اللي انت فاهم انه صاحبك ومين اللي هو مش صاحبك وبقى صاحبك؟ يحصل. وده اللي حصل. حصل. ده اللي حصل. كنت تسمع اهانات مش حلوه، اوامر كانت تتقال؟ خالص خالص خالص، بالعكس يعني كنا بنلعب رياضه مع بعض وعايشين الحمد لله. بقول لك ربنا بيلطف.